السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا، ونقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على الفيفا، يعني وين تكشف يعني وين عن أخطاء القاتلة التي ستضع قصامة أمام الأمر الواقع. ما يمكن ما كان يمكن والو، ويمكن والو، الناس محمية الفرفارة وصايك لي باغي يبان، يعني ما هذه فرصة تاعهم. الناس اللي باغية تبان يعني لازم لها يضرب حبة كاشي، يضرب الصباح كلمة يسموها حبة كاشي، يسموها بالماضي مع المغرب يسموها قصامة قبل انتهاء مدة الصلاحية. اللي كانوا مغضوبين عليهم اليوم يعرفوا كيفاش يركبوا قصامة بالماضي، بالماضي قصامة. خبثاء، ناس خبثاء، ناس في اليوم في تشوفهم اي شو هاد الواحد الرسول غادي هذا شو. عندي واحد المعلومه، غادي نشوف القنوات كاين واحد الامر راح وصلهم، شو غادي نشوف هذا الامر بعد نقول لكم عليه. شو هذا الفرفارات شو كي تبرد عندهم. الاتحاد الدولي لكرة القدم يكشف عن أخطاء التي قام بها الحكم قصامة في حق المنتخب الوطني الجزائري ضد الكاميرون في تصفيات نهائيات مؤهلة لكأس العالم بقطر، حيث كشف مصدر مقرب من الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه بعد ما قدمت الفيفا بفتح ملف الحكم أنه كشف أخطاء كثيرة قام بها عمدا من أجل إقصاء المنتخب الوطني من المونديال قطر. بس هذا السؤال احنا ما سمعناهمش، انا نسمعو يعني من المواقع موثوقة، ماشي كوبر، ماشي يوتيبر ولا يوتيبر. يا اخواني جبت لك يوتيبر، كي قال هذاك مولاي انا اللي قال لهم دحمان راه يحلف، قال لهم وقيل صح، ومن بعد يخرج يقول لهم مروه عندي ادله، يقول لك باللي قال كيسمو هذاك مشراكة قنعني. باش قنعك؟ قنعك باش يني يقول لك قنعك باش قنعك باش قنعني. وريالكم قال ركبتو شا ركبتو في الميلب، شا شفتو زلابية بوريكا قاسامة راقد مع ايطو، قاسامة راقد مع مشكارة، باش شا شفتو ها وري ديريكت هوري ديريكت شاشر واشفت وري جاي تقصر لي نص ضغوطات، من بعد تخرج 100% مباراة تتعاود. اعطيني شكون اللي قالك 100% مباراة تتعاود؟ شكون اللي قالك هذا؟ شكون قول شكون؟ عندك ادلة ولا شفتو حافظ الراجي يهدر؟ هو حافظ الراجي وهذا مش هذا بولحية، بولحية بنقول لكم مش كنت تقول باللي انايا ما نأمنش بالارامسي، شكون اللي يسمع بها؟ انا تقول باللي ارامسي راه يهضر فرونس فوت مرة وقت الديبا كيفاش هذاك الطوبة قاعد توما كاع كيف قاعدنا وحدة قاعد تسمع بالعودة مي قالت لهم انا كرشي حرة وتجيب البغل اي كيما هاك العودة كرشها حرة وتجيب البغل، هذه هي القصة تاعها. انتوما راكم كيما هاك. حيث كشف مصدر مقرب من الاتحاد الدولي لكرة القدم انه بعد ما قامت الفيفا بفتح ملف الحكم انه كشفت اخطاء كثيرة قام بها عمدا من اجل اقصاء المنتخب الجزائري من مونديال قطر. كما تبع المصدر كلامي قائلا الأخطاء التي شهدتها الفيفا في التحقيق ستكون قاتلة وستضع الحاكم قصامة في موقع صعب، والذي منه ستجعل حظوظ إعادة مباراة بين محاربين والأسود الغير مروضة، والتي ستجعل الاتحاد الدولي لكرة القدم يعاقب الحاكم قصامة والذي ثبتت أدلة ضده بالصوت والصورة. كما ذكره مصدر أن الأمور أصبحت أكثر تعقيد على ما كان عليه في المرة السابقة، وبعد مرور شهر فقط من رفع شكاوي من طرف الفاف ضد
قسم وأضاف المصدر حديثه. الفيفا قامت بإعادة مباراة وشهدت 6 أخطاء قاتلة قام بها قسم في مواجهة المنتخب الوطني الجزائري ضد الكاميرون والتي كان بطلها منذ بداية إلى اللقاء والفائز بها رئيس الاتحاد الكاميروني سامويل إيتو. وانكشف المكلف في الإعلام في بيت الاتحاد الجزائري لكرة القدم يعني بأنه لديه القليل من الآمال في من طرف الفيفا لإعادة المباراة ضد المنتخب الكاميروني، خاصة وأن هناك أدلة تقول أن غاساما كان متواجد في العاصمة الرباط قبل أن يحل بالجزائر لإدارة اللقاء الذي لعب يوم 29 مارس في مدينة البليدة بملعب الشهيد مصطفى التشاكير. يعني زعما ما كانش عادل، عادل ما كان والو، ما كان والو، دوسي ما كان والو، أي دوسي نقول شافيه، دوسي لي زاد ثقله ثقله حافظ الراجي، أرسل لهم كيفاش هذاك ضرب البيت تاك 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 وجريح، حاج محمد راه يجري، خرج واحد الصحافي مطرود من جزيرة سبور، قال لهم الجزائر يحط دراهم كبار باش يدوا الماتش، يا ودي تربح هذيك، كان دراهم كبار لا والو، أنا نقول لك. مازال ما بانتش، مازال ما بانتش، مازال بنادم اللي يجي يقول لكم الصح تقولوا له انت هذا يدلك هاك، هذا ضد ليكيب ناسيونال، هذا لا هذا يكره الجمال بالماضي، انت تبع روح انت بيك بالجمال بالماضي تاعك، روح بيك بالجمال بالماضي تاعك، مالك ربي هذا ولا هذا الجمال بالماضي بيكون ربي ولا جمال بالماضي كيما انت ويغلط ودخلنا في حيط ولعبها يبكي ويخمم لك انت كي تطيح على قلبك ويطيحك ويجيبك وينشعك عنده ويستعملك كي الكلب تولي تنباح عنده ومن بعد نورمال جماعة بالماضي، شا بيولي جماعة بالماضي هذا؟ رب عنده بوم اتوميك، عنده اسكندر، عنده شا عنده جماعة بالماضي؟ ها اونترينر ها راه يخلص ست بلاير ما يرسلولوش ما يجيش، كون ما يرسلولوش الدراهم ما يجيش نورمال. مالك شاك حاسب انت يا جماعة بالماضي نهار كورونا عام كامل ما خدمش، قال لهم والله ما ترسلوش درام والله ما تجي تشير سلو 30 مليار ديريكت دفعة واحدة 30 مليار، الناس كاع كانت تعاون في بلدانهم وهذاك العام سكت ما بانش كاع والو، ارسلوا لي دراهمي قال لهم. تجي تقول لي جماعة بالماضي انا يبي يخلعني بجماعة بالماضي ولا راي انا في جماعة بالماضي انا يبي الزبة تاعي انا مالك يعني في جمال من بعد من بعد يعني في جمال بالماضي ديروا قرآن ديروا اسم جمال بالماضي ودير كتاب تاع قرآن يعني في جمال بالماضي قود غريقة روحها روح قود روحها روح ربي خلقكم غير الشكيمة الله يحفظه ويستر راود عمي تشكموا باش تطور ربعة دور ولا لازم تشكم عيب عليكم نورمال يكون عندك واقع عندك واقع تشوف باللي لا راه مخسر جماعه انا ما انا نبغي جماعة بصح راه مخسر بين ولي مؤمن انا ولا ولي عند راس مؤمن عندي انا ماشي كيف كيف مؤمن يشوف باللي جماعة بالماضي ينجم يكون قبله انا نشوف جماعة بالماضي ماشي قبله ضرب قارب راكبين قارب راكبين موجه بالماضي قاسم إيطو بالماضي قاسم إيطو قاسم إيطو شربوا هدوا قبل نهاية الصلاحية حتى قريب تنتهي الصلاحية أي قريب يخرجوا ملفات وحدة أخرين تخرج سليمة وحدة أخرى قال يخرجوا سليمات وحدة أخرى أنا نقولها لك وما قعدتوا غادي تقعدوا تتبعوا كيما نقول لكم كلمة غادي تيدخل عليكم كوب دي موند وترو كوب دي موند ويجي خاطر على بالك اغتنام فرصة العمر يعني دواء مجاني وين دواء مجاني وهو على وشك نهاية مدة صلاحيته باش يكون على بالكم مفيد وفعال ضربة ضربة البعض الشخصيات المعروفة أو محامي أو إعلامي ولعب ولعاب قديم وبزاف كاين لعاب كاين لاعبين قدامى كاين وكان مغضوب عليهم يعني من الأسماء كان مغضوب عليهم عليكم بكبسولة بمدح بالماضي في الصباح وكبسولة بسب قسامة في المساء هكا تصبحوا محبوبين
عند البردعين وما أكثرهم وسهلة ومهلة. هذه يا أخويا، تبقى ولا خير، تبقى ولا خير.